السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بطلبتنا الغاليين في مادة الانجينيرينج ايكونومي. النهاردة ان شاء الله في الليكتشر 13 هنتكلم عن الكابيتال ريكفري، اللي هو استرداد رأس المال المدفوع. لو واحد فينا او غيرنا دخل المشروع، فطبعا بيكون باصص للأرباح قبل ما بيبص للتكلفة. فنتخيل ان هو حاطط مثلا $20,000 عند الزمن زيرو، اللي هو زمن بداية المشروع، واعتبر هو انه سنة هنعتبره زيرو. عينه على ايه؟ حاجتين، انه يكسب، بس قبل ما يكسب نفسه يسترد رأس المال، يسترد رأس المال اللي دفعه في البداية. يا ترى بعد سنة ولا اتنين ولا تلاتة ولا أربعة ولا خمسة ولا يعني الموضوع، مثلا فرضا المشروع مثلا 7 سنين، خلينا نقول نكتفي ب7 سنين المشروع ده. فهو يهمه ايه؟ طبعا يهمه أرباح، بس يعني يرتاح قلبه، يرتاح باله لما يسترد رأس المال المدفوع. بفرض ان المشروع ده 7 سنين، وبعد ال7 سنين مثلا اشترى سيارة، مثلا تاكس، شغلها تاكس، السعر اشتراها ب$20,000، وبعدين هيبيعها في نهاية ال7 سنين لتس سي تجيب مثلا $2,000، عمرها طبعا الافتراض هيكون شبه خلص، هتتباع بسعر بسيط. طيب نقول بقى علشان طبعا دفع 20,000 وهياخد 2000 بس 7 سنين، $2,000 لو نقلتهم في البداية ما يساووش طبعا 2000، لتس سي مثلا الاي بتساوي 12%. ال2000 دول لو نقلتهم في الاول 20,000، انتوا عارفين طبعا ان البي بتساوي ايه؟ بتساوي اف في 1 زائد اي اس ماينس ان، الاف تساوي بي اس ان، اما البي العكس بقى ان بتنزل في المقام. فلو ضربت 2000 في 1.12 اس ماينس 7 طلع الجواب ده 900 وشويه، 905، $900 تقريبا. فهو ال2000 اللي هياخدها بعد 7 سنين تساوي حاليا كام؟ $900، قول $1,000. يبقى هو دفع 20,000 وخد 1000 كانها في البدايه، اللي هي ال 2000 دي، فدفع 19,000. طيب يهمه ان هو يسترد راس ماله. طيب فنقول ايه؟ هو بفرض ان العائد منتظم، هو خد السياره دي واجرها المكتب، اجرها لشخص يسوقها ويدي له مثلا عائد سنه، واتفقوا على 7 سنين، كل سنه تديني كام؟ قال له هديك الرقم اللي هنقوله دلوقتي. عايزين إيه؟ نعرف الاول ايه هو الرقم اللي يرجع راس المال، وبعدين نطلب بقى زياده. يبقى لو واحد عامل مشروع 5 سنين، 4 سنين، 7 سنين، 10 سنين، مثلا هياخد بنايه مثلا بي او تي اجرها مده 10 سنين على سبيل المثال، يعني ايجارها في ال 10 سنين 100,000 دينار. طيب ياجرها بكام كل سنه علشان يسترد راس ماله؟ لازم اعرف الرقم ده. ليه؟ عشان اجر اكتر منه شغل. مفترض يعني، مش مفترض ان احنا بس ندفع راس مال عشان نسترد بنسبه 12%، لان لو حطيناه في البنك الفايده الربويه بتاعت البنك 12%. مفترض لما حد بقى يروح يعمل مشاريع هيخاطر اكثر، فالمفروض يكسب اكثر. المطلوب مننا في درس النهارده نعرف الرقم اللي لو خدناه كل سنه من السياره ده يا دوبك يكفي راس المال المدفوع اللي هو هندفع 20,000 وناخد 2000 في النهايه مع ربح 12%. لو خدنا الرقم ده يبقى خلاص استدينا راس مالنا مع الربح، لو ما خدناهوش خدنا اقل يبقى احنا ما جبناش الربح بتاعنا اللي هو 12%، كنا حاطينه في البنك احسن. طبعا البنك ربوي، بس يعني احنا ما بندخلش في تفاصيل الشرع دلوقتي. طب لو خدت اكتر منه الزياده يعتبر ربح فوق الربح ده. طيب يبقى دلوقتي رقم واحد عايزين نحسب الكابيتال ريكفري اللي يرجع لنا راس مالنا مع شويه ارباح. طيب خلينا نقول انا يعني هنقول ايه كابيتال ريكفري ده الاول، نرمزه بالرمز سي ار، وهنقول كده السي ار بتساوي هو المبلغ ده بالسالب ولا بالموجب؟ بالسالب. فسالب بي لو انا عايز احوله ايه؟ احنا عايزين نعرف الكابيتال ريكفري اللي ناخده كل سنه، يعني المبلغ اللي ناخده كل سنه عشان يرجع لنا راس المال. فاحنا بنتكلم على انيوال، هاخد الرقم ده واوزعه انيوال، فماينس لان البي تحت. في ايه جيفن بي؟ يعني هحول الرقم ده لايه؟ اي وان. طيب بس في مبلغ هنا بالبلس، هقول زائد اف في عايز احوله ايه؟ يبقى ايه جيفن اف؟
اي وان. طيب حلو الكلام. المبلغ النهائي يعني مجموع الاثنين دول ده رقم سالب، ده الرقم اللي انا دفعته مش اللي انا هاخده، الرقم اللي انا دفعته. انا عايز بقى الرقم اللي اخده بحيث يعوض لي التكلفة السنوية. اروح عامل دول كده وحاطط ماينس بقى. ليه؟ هي لازم موجب، انا لازم اخد رقم موجب، لان الرقم ده يطلع ده اللي دفعته. يعني ده التكلفة السنوية، انا حولت المبلغين دول سنوي. طيب فاعكس الاشارة يبقى اخد، وبالتالي عشان يغطي راس المال اقول بي في ايه جيفن بي اي وان، ده صار موجب، يعني اللي انا دفعته بالسالب المفروض ارد اخده بالموجب. طب وده هاخده بالموجب فلا يطرح، يبقى سالب اف. طيب انا عايز اعمل دلوقتي، عايزين نوحد ايه جيفن، هنا في ايه جيفن بي وهنا في ايه جيفن اف، مين اكبر؟ الاي جيفن بي اكبر، لان احنا لما ندفع وناخد الفلوس بتزيد، لكن الفلوس دي لما ترجع هنا بتقل، مش مشكله قوي. بس عموما يعني الاي جيفن بي اكبر من الاي جيفن اف. الفرق بينهم ايه؟ اي جيفن بي اي ان ناقص اي، يعني الاي جيفن اف بتساوي اي جيفن بي ناقص اي. بمعنى احنا لو مسكنا اي جدول كتاب ده عتيق، اصدار 9، في اصدار 7 دلوقتي اللي هو اغلب الدكاتره بيدرسوا منه، بس خلينا نشوف في اي واحد، طبعا نفس الجداول يعني ما بتتغيرش. الاي جيفن بي والاي جيفن اف دايما هتلاقي الفرق بين الاثنين، طبعا الاي جيفن بي اكبر من الاي جيفن اف، الفرق بينهم اي. هناخد مثال، الاي هنا 6%، طيب الاي جيفن بي، الاي جيفن بي اهي كام؟ 1.06. طيب والاي جيفن اف اهي 1، فلو طرحت 1.06 ناقص 1 يطلع 0.06 اللي هي 6% اللي هي الاي. ناخد حاجه ثانيه مثلا 8، 0.8 ناقص 1 هتلاقوا الفرق بينهم 8. طبعا احنا هناخد اي رقم في اي حته، يعني هنا مثلا 1.12 ناقص 1 اللي هو 12، يعني ايه جيفن بي ناقص ايه جيفن اف يطلع الاي. لو خدت اي رقم هنا مثلا زي ده وده، طرحت 0.1434 ناقص 0.0234، طبعا الفرق بينهم واضح، 34 مع 34 14 ناقص 2 12%. وبالتالي الـ A given B ناقص I اللي هي A given F. ليه بعمل كده؟ عشان اوحد دي مع دي، فاقول كده يساوي، اخد مشترك بقى الـ A given B، فـ B given F في A given B I و N، بدل ما احسب الحسبة الكبيرة دي مرتين. الناقص الضرب في الناقص تبقى زائد، ف F given I. طيب يبقى الكابيتال ريكفري، بس هناخد قانون كده ونبروزه، نقول ايه؟ الـ A given I B ناقص ده هنسميه بي للانيشال فاليو. طب وده غير ان هو اسمه اف، ساعات بيسموه سيلفش فاليو، الحاجه اللي هبيع بيها المعده الاسد في نهايه المشروع، فبيسموها سيلفش او اس. فبي ناقص اس اي جيفن بي اي وان زائد اف في اي. يبقى ده القانون اللي هنشتغل بيه لما يسالني على الكابيتال ريكفري في الامتحان. طب انا ممكن اشتغل ده عادي، مفيش مشكلة، واعكس الإشارة مفيش مشكلة يطلع صح. بس يعني لو الدكاترة يعني شارحين ده، هم بيفضلوا إن أنت لما أقول لك كابيتال ريكفري استخدم القانون ده. طيب بفرض إن كمان مع ده في مينتنانس هنا، مبلغ إيه؟ بفرض. أه يبقى أنت ده بتدفعه، يبقى كمان هتزوده، هتقول بالبلس، أنت محتاج تاخد عكسه. زي ما قلنا الماينس بي إحنا عكسنا الإشارة، البلس إف عكسنا الإشارة. فلو أنت بتدفع مينتنانس هنا للسيارة مثلا $1000 كل سنة، فالمفروض تاخد بقى كمان ايه؟ $1000 برضه كل سنه تزوده على الربح ده. ما هو ده الربح اللي المفروض تاخده عشان تغطي راس المال وتغطي الارباح. لا نزود كمان زائد الايه؟ اللي هي بتاعه المينتنس اذا في مينتنس. A textile company needs to buy a new machine to improve the operation of producing new types of products. The first option عندهم خيارين. الأولاني is to buy new machine for $20,000، هشتريها ب 20,000، use it for 60 months with an expected maintenance cost 120 per month and sell it، يبيعها for $4,000 at the end of the 5th year، 5 سنين في 12 ب 60. ده السلفش بقى. بيقول لي the second option is to rent a used machine، بدل ما يشتريها أجرها
with the same specification for $650 per month with no additional cost. خلاص أجرها في 56 ورايح باله. Assuming interest rate 18% compounded monthly يعني ال RM ده بالشهر 18% على 12 يديني 1.5 per month compounded monthly دي اللي هستخدمها لان بالشهر. بيقول لي determine which option the company should take based on the capital recovery يعني احسب الكابيتال ريكفري. الكابيتال ريكفري بيساوي ايه؟ بيساوي ال P ناقص S في A given P I و N زائد ال S ضرب I ولو في عندنا ايه نزيدها. تعالوا كده نعوض ال P ب 20,000 السلفج فاليو 4,000 ال A given P 1.5 خلينا نكتب القانون 0.015 في 1 زائد 0.015 أس 60 على 1 زائد 0.015 أس 60 ناقص 1 زائد 4,000 في 0.015 زائد الـ A اللي هي $120 ده اللي هيكلفه. دي تكلفة كلها وكمان دي تكلفة. طب احنا في مفهوم الكابيتال ريكفري بنحسب كل التكلفة. ده هيطلع رقم موجب تكلفة وده كمان تكلفة. فهنقول 16,000 اللي هو الفرق ده في 0.015 في 1.015 أس 60 تقسيم 1.015 أس 60 ماينس 1 زائد 4,000 في 0.015 زائد 120 طلع الرقم لا في غلط 16,000 في 0.015 في 1.015 أس 60 تقسيم 1.015 أس 60 يمكن ما نزلتش الأس المرة اللي فاتت زائد 4,000 0.015 زائد 120 طلع 568.3. طيب دي التكلفة الشهرية لو اشتريت وبعدين بعت ب 4,000 مش كان احسن اجر 650؟ لا طبعا اقل من 650 يبقى ويتش اوبشن؟ لا ذا فيرست اوبشن از تو باي يبقى احسن باي انيو ماشي. ليه؟ لان لو اشتريت وبعت وكلفته وقعدت معاه 60 شهر وبعتها ب 4,000 في الاخر هي مكلفاني شهريا 586 دولار اوفر من 650 فرق $70 في 60 شهر يعني اعملوا شوية شغل خصوصا لو كان كذا ماكينة. يعني A college freshman wants to buy a laptop computer for her engineering class and hopes to resell it at the time of graduation يعني هتشتري الوقت وهتبيعه لما تتخرج. She can purchase the unit at $1,750 with an estimated salvage value of $250 at the end of 4 years ما شاء الله بتخرجوا بعد 4 سنين الناس في هندسة المفروض تتخرج بعد 7 سنين مثلا دول متفائلين قوي. For an interest rate of 14% find the equivalent annual cost of this investment using capital recovery يعني عايزين نستخدم الكابيتال ريكفري اللي قانونه P minus S في A given P 14% وأربع سنين زائد السلفج مضروب في الآي عشان نحسب الكوست السنوي كام. طيب هنقول يساوي 1750 نشيل منها 250 اللي هتبيع بيهم
ال A given بي بوينت 14، يعني I في 1 زائد I أس N على 1 زائد I أس N ماينس 1 بلس 250 ضرب ال I. هتطلع التكلفة السنوية على مدار 4 سنين دي 1500 في 14، 1 14 أس 4 على 1 14 أس 4 ناقص 1، بعدين زائد 250 في بوينت 14. طلع الجواب 500، يعني 550 تقريبا، 550 دولار كل سنة. يبقى هتتكلف 550 دولار كل سنة على مدار 4 سنين، باعتبار ان هي تشتري ب 1750 وتبيع ب 250. A machine will cost 60,000 KD initially and will have a salvage value of 10,000 KD after 5 years. يبقى عندنا P وعندنا F اللي هي السالفج. Will determine the capital recovery cost، عايز ال cost of this machine at I equals 10%. ممكن استخدم قانون الكابيتال ريكفري واعكس الاشاره عشان اجيب بالماينس، يعني الكابيتال ريكفري بيطلع موجب، فالكابيتال ريكفري بيساوي البي ماينس الاس في اي جيفن بي ال10% وخمس سنين زائد الاس في ار. طبعا الرقم ده يطلع موجب لان الكابيتال ريكفري هو الرقم اللي تاخده عشان يعوضك، الرقم السنوي اللي تاخده عشان يعوضك، هو عايز الكوست وبالتالي عكس الكلام ده. الحته دي ب 60,000 والحته دي ب 10,000، الاي جيفن بي 10% بوينت 26380، 10,000 ودي بوينت 1. لو حسبنا الفرق بين الاتنين دول 50,000 في بوينت 2638 زائد 10,000 في بوينت 1، طلع الكابيتال ريكفري اللي هو لازم يطلع موجب 14,190. إذن الأنيوال كوست أو الأنيوال وورث بتساوي ماينس 14,190، وده الجواب بتاعنا اللي هو التكلفة السنوية، الكوست السنوي اللي هو أنه إجابة اللي هو البي. طيب بعدين بيقول if the machine is used to produce 10,000 parts per year and each part is sold at 3 كيلو per unit، يبقى هيدخل لي 10,000 وحدة مضروبة في 3 دنانير. What would be the annual net income، يعني اللي هناخده نحصله مطروح منه التكلفة. يبقى النت انكم هيساوي 3 دنانير سعر الوحدة، هبيع 10,000 وحدة، يبقى هيدخل لي 30,000 ناقص 14,190 هيساوي، يبقى 30,000 ماينس الانسر من شوية طلع 15,000، ده النت انكم 810، ودي الاجابة دي. Years ago Jacobson Recovery purchased a record for $285,000 to move disabled 18-wheelers. حاجة معاقة كده مكسرة فعايزين يحركوها، اشتروا الماكينة دي ب 285,000 دولار. وبيقول الشخص ده جاكوبسون بيقول he anticipated a salvage value of 50
thousands dollars after 10 years. يعني هو النهارده اشتراها ودفع 285,000. طيب هيبيع، خلينا نقول الحتة دي لأن هو بيكسب كمان، هيبيع ب50,000. بيقول during this time his average annual revenue totaled 52,000. يعني عند السنة الأولى الثانية لغاية 10 في عنده ب52,000 دولار. يقول لي did he recover his investment and a 12% per year return؟ يعني هو هل رد فلوسه في 12% كمان زيادة؟ نحسب الكابيتال ريكفري ل 12% اللي هو ايه؟ بي ناقص اس اللي هو السالفج في ايه جيفن بي 12% و 10 سنين زائد الاس في الاي. الاس 50,000 اللي هيبيع بيه في الاخر، الاي بوينت 12، الاي جيفن بي ال 12% و 10 سنين 177. هنا في خمسينية وهنا الرقم الجميل ده اللي هو اشترى بيه. كده نحسب ميتين خمسة وثمانين ألف ناقص 50,000 في بوينت 1.72 زائد 50,000 في بوينت 12. المفروض عشان يحصل فلوس ويكسب 12% لازم يكسب كل سنة 47,559. طب هو he's getting، انا طل ما حسبتش خالص ال 52 ده اللي بياخده، he's getting 52,000 a year، يبقى اكبر من الكابيتال ريكفري اللي هو محتاجه عشان يغطي فلوسه و 12%. يبقى yes. وبيسألني did he recover؟ yes he did، يعني he recovered. طب ده المطلوب ايه او البارت ايه؟ البارت بي بيقول لي if the annual maintenance and operating cost was 10,000 the first year and increased by a constant 1,000 per year was the annual worth positive or negative at 12% per year assume the 50,000 salvage was realized. اتحققت. طب هو الراجل عشان يحقق محتاج 47,000. حلو الكلام. هو بيجيله 52 عشان يحقق ده. طب احنا كمان عندنا 10,000 فيرست كوست، لا وبتزيد كمان يعني اكتر من 57,000. فممكن نقول كده از 47,595 زائد 10,000، دي اول سنة لسه كمان هيزيد اكتر، اكبر من 52,000. دي السنة الاولى، ما بالك بعد كده هيزيد. So the annual worth is negative، ومفيش داعي تحسب ال annual worth. ليه؟ لان 47,000 هنا في 10 وبتزيد، يعني يطلع اكتر من 10. هي ال 10 اصلا من غير ما تزيد هتطلع 57,000، اكتر من 52,000، وبالتالي ال annual worth هيطلع بالسالب، والراجل يعتبر كده خسران.